السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على أهم الامتدادات في عالم البيم. في امتدادات خاصة بكل برنامج، زي مثلا الريفيت ار في تي، كل برنامج ليه امتداد خاص بيه، تمام؟ بس احنا في امتدادات خاصة بالتبادل بين البرامج، زي ملفات الاي اف سي، زي ملفات الجي بي اكس ام ال، زي ملفات السي تي جي ام ال. في امتدادات اخرى خاصة بان انا بنقل المعلومات من البيم لحاجات اخرى، مش لبرامج البيم، لبرامج اخرى، زي ملفات الكوبي، دي خاصه بتشغيل المبنى بعد ما بيخلص خالص. في ملفات خاصه بجداول الاكسل، بحيث ان انا انقل المعلومات من البرامج البيم اللي اي حد عايز يستفاد منها، زي الاكس ال اس والاكس ال اس اكس والسي اس في. في ملفات خاصه بان انا اكتب ملحوظه او اكتب اعمل كلاود على الشغل في برامج البيم، دي ملف اسمه بي سي اف. يعني بتفتح الملف وتشوف الملحوظات كلها، وتبدأ تشوف كل المعلومات، وتبدأ تعمل كلاود، تعمل دايمنشن، تعمل خطوط، وبعد كده تصدر النوتيشن اللي انت عملتها، وتقدر تفتحها على برامج البيم بحيث تشوف التعليقات بتاعت اللي بيرجع. لو احنا جينا نبص كده، ان في لو انت عايز تعمل انرجي موديلنج لازم يكون عندك موديل في المعلومات. فعشان ناخد الموديل دوت بنعتمد على ملف الـ IFC Industry Foundation Classes. ده عبارة عن ملف تقدر تاخده، وتقدر مثلا تاخده من برنامج الريفت للأركيكاد لتكلا، وتاخد من تكلا الريفت. فهو برنامج وسيط بين الحاجات، ده مش خاص بشركة معينة، ده مفتوح المصدر، الناس كلها بتشتغل بيه، ولانه مفتوح المصدر ففي برامج كتير جدا ومواقع كتير جدا بتشتغل بيه، وتقدر من اي سوفت وير تصدر للاي اف سي، ومن اي سوفت وير من برامج البيم تقدر تستورد الاي اف سي دوت. ونلاقي عندنا في ملفات الاكس ام ال، دي ملفات غنية بالمعلومات، بيبقى اكستنشن مارك اب لانجويج، في كميه كبيره جدا من المعلومات، بيصدر المعلومات بتاعه البيم. الاي اف سي بياخد الموديل 3 دي، تمام. الاكس ام ال بيبقى ملف عامل زي ملف الاتش تي ام ال في موقع الانترنت، معلومات كتير جدا. وفي الجي بي اكس ام ال، ده يعتبر تصوير للاكس ام ال، وبقى فيه ديتيلز، وبقى فيه معلومات قويه. هو جرين بيلدينج اكستنشن مارك اب لانجويج. ملف الاي اف سي اي سوفت وير تقدر تصدر للسوفت وير الاخر، وتقدر من خلال الاي اف سي ده تطلع ملفات الكوبي، وتقدر تطلع منه ملفات بي دي اف لو انت عايز. فهو ملف مشترك اندستري فاونديشن كلاسز بين المانجر وبين بورتفوليو، ماستر بلاننج، ستراكشر ديزاين، كل الناس تقدر تستفاد من الملف ده وتاخد المعلومات منه. طيب الملفات اللي بعد كده اللي هي ملفات الكوبي، كونستراكشن اوبريشنز بيلدينج انفورميشن اكشينج، دي بتقدر تصدرها على طول من قلب ملف البيم، تقدر تاخد المعلومات كلها وتقدر تصدرها. وفي برامج متخصصه بتقدر تقبل ملفات الكوبي دوت وتستفاد منها، تقدر تشوف كل المعلومات دي من خلال موديل فيو ديفينيشن. الفاسيلتي مانجر يقدر ياخد ملفات الكوبي ويقدر يشتغل بيها في البرامج بتاعته، بتحتوي على المعلومات الستاندرد معتمدة على ملفات الاي اف سي. تقدر تصدر او تاخد معلومات زي الاي اف سي، الاي اف سي اكس ام ال، زي ملفات الاكس ام ال، تقدر تشوف الموديل او تشوف المعلومات من خلاله. هو مفيد لتشغيل المبنى، بيحتوى مثلا ان كل اريا او كل غرفة ايه المعلومات اللي موجودة فيها، ايه المكان اللي موجود فيها، ايه كمية الاضاءة، ايه كمية الهواء، فتقدر كل المعلومات دي تاخدها من الملفات الكوبي. هو بيبقى عبارة عن ملف نون جرافيكال، يعني هو مش معتمد على انت تشوف حاجة 3D، هو يعتبر اقرب لملف اكسل، تقدر تاخد منه كل المعلومات بالتفصيل، بيستفاد منها المالك ويستفاد منها اللي بيشغل المبنى. لو انت شغال بالكود الامريكي فانت هتلاقي المعلومات الخاصة بالكوبي في ال NBIMS National BIM Standard الاصدار الثالث شابتر 2.4، او ال BS في البريطاني 1192 الجزء الرابع. الجزء الرابع هتلاقي خاص بملفات الكوبي، تمام. هو اجباري من ابريل 2016.
من اي برامج من برامج البيم تقدر تصدر ملف الكوبي. هو عباره عن ملف يعتبر اكس ام ال او ملف يتفتح على الاكسل، تقدر تشوف فيه الحاجات وتقرا فيه التفاصيل بتاعه كل حاجه من حاجات المبنى. وفي برامج متخصصه بتقدر تقرا ملفات الكوبي وتطلع لي المعلومات اللي انا محتاجها. زمان كان عشان تعمل مانوال كان بياخد وقت كتير قوي، دلوقتي خلاص انت ما دمت عملت الموديل كويس مظبوط وقبل ما تعمل موديل عارف ان انت تطلع ملف كوبي، فبسهل جدا ان انت تصدر للحاجات ديت. في برامج زي في انظمه مش برامج، انظمه سي ام ام اس وسي اي اف ام، دي بتقبل انها تستقبل ملفات الكوبي وتشتغل عليها. وكل برامج البيم بيصدر، فاصبح في ربط بين البرامج، ما بقاش ان انا بعد ما اخد الموديل ابدا اقعد شهر مثلا احول المعلومات دي لحاجات تقبلها ملفات الكوبي. وفي بعض الملفات الكوبي بتتعاون وتشارك مع ملفات الجي اي اس. ملفات الكوبي بيبقى فيها المعلومات بالتفصيل، انا عندي كام زون وكل زون ايه المعلومات بتاعتها، وكل زون تحتوي على كام سبيس، وكل سبيس فيها كام فلور، وكل فلور فيها فاسيلتي، وكل المكونات اللي موجودة بتبقى موجودة في قلب الملفات ديت، وتقدر تتكامل مع السي ام ام اس والسي اي اف ام والجي اي اس. احنا ما وصلناش لحد اخر المشروع عشان نبدا نشغل ملفات الكوبي، فكل مرحله من مراحل المشروع بنبدا نعمل تشيك على ان الملفات فعلا موجوده وان المعلومات هنستخدمها اثناء التشغيل وانها هتبقى مفيده لينا، وما ننساش لحد اخر المشروع. وبعد كده نكتشف ان احنا ما عملناش الكوبي، فنضطر ندخل على عنصر عنصر ندخل ملفات الكوبي، ولو عملناه من الاول كان هيوفر وقت وهيبقى مفيد جدا، وهيبقى بعد كده مفيد جدا للفاسيلتي مانجمنت اللي هيشغل المبنى. في ملف سيتي جي ام ال ده بيبقى فيه كمية كبيرة جدا من المعلومات خاصة بالمدن، معلومات عن المباني، عن الطرق، عن الترافيك. الستاندرد بتاع سيتي جي ام ال هو ايزو 19100، بيبقى فيه كمية كبيرة جدا جدا من المعلومات، فاحنا بنبدأ نعمله على مراحل. اول مرة بنبدأ مثلا نحط الارض او اللاندسكيب، وبعد كده بنبدأ ندخل المعلومات واحدة واحدة لحد ما ندخل كل المعلومات اللي مطلوبة. بندخل البيلدينج سيتي فيرنتشر، كل المعلومات اللي موجوده في المدينه. حتى الان بيحاولوا يخلوه يتكامل مع الاي اف سي، وبيركز على المنظر تمام، وبتقدر تستفاد كتير جدا جدا منه في تنظيم الطرق او تنظيم المرور او تنظيم المدينه كلها. بتبقى عندك المعلومات، شبكه الصرف، شبكه الميه، شبكه كل الشبكات بتبقى موجوده في قلب الموديل دوت، فده بيفيدنا في اتخاذ القرار، بيعمل لنا سبورت تمام. حتى الان لسه في بعض المشاكل، وان شاء الله يعني كل مره بيبداوا يطلعوا اصدار افضل لحل المشاكل، زي الاف سي برضو كل شويه لما بيلاقوا مشكله بيطلعوا اصدار يحل المشاكل ديت.